شليتها لي شليتها كوكو شليتها شو الكاس هذا كي يجي ضرب كل قطرة ما نحكيلكش سيدي كو عاود رجعنا كنت تسمعوا فيا دروك البنات بدلت بدلت البورطابل كوكو بدلت بزاف البورطابل ودينا عطاني شي داتا كا يضرب عليك واقيك وكا كا تعطيت كا تعطيكم السلام عليكم علاني كو عاقلين عليا ولا سيتوني انا غير صغير ولا غير صغير توت منالفي كيما ماما انا منالفي ونعتلا ما يسمعوا فينا ولا ما مش يسمعوا فينا دروك ها يقولوا مكا كا كا راكم تسمعوا فيها شيرات وعليكم السلام اسكو راكم تسمعوا فيها شيرات تستاهل شو لا حرام عليكم الشيرات الاخت اللي قالت لي راهي تتفرج في اللايف البنات بدون تعليق جارحه حاولتي كاع عاود ما تجرحوا فيا وتعايروا فيا ما عليش انا غير عايروني ولاخروني بصح الاخت اللي قالت ليها ما تجرحوهاش كنت سمعوا فيها فتيات تبريت ها ما فهمتش عيني تعس عيني لا نحط هذا سيغل الكوزة طوحن بابا شوية ماشي بين ده كاس في القطران في عمر القطران ها هو ده القطران كي تشوفي ها هذا وين راني نسمع في كارا كنت سمعوا فيها صاي جاري شيات ما تنساوش كاينه موسى بقى باقي كيلكو جوغ ونعلن على الرابحات اللي عندها اعلى نسبه بارطاج جيم والكومونتير تربح معنا مليون راح يكون معنا سته رابحات ان شاء الله هذا الشهر ولا يا ودي يا تبكي خلينا نهضلو خلينا نهضلو شويه خلينا نهضلو شويه ما عاد يتعشى اليوم تعري تعري حداك سمعتها ودك ودي لا قالك ما نرقدش هضري ولا قعدي لا مازال ولدك قاعد معليش بيبي عمري بيبي بيبي عمر مازال ما تعلمتوش بلي بيبي ما يرقدش بكري بيبي بغيتي يرقد ولي لو ما قلوك مع النهار وي كلها طاطا اوكي بتفرطع في بكي بتعسي في انا بيبي روحي روحي استنتي ورقدي يا طاطا يا هو ده مالك تاع حرام ولا كنت كنت منير فيا حسبي الله البنات هذا ميساج دون سوغ راح نحكو فيه ودوك تفهموا علاش تتصوت هاد المراه دوك نفهمكم وانتوما عطوه رايكم بصح الله يخليكم البنات الاخت راهي تتفرج فينا بلا ما تجرحوها يعني اللي بالي بلي فمكم مشرك واغلبيتكم ماشي متربيين يستحسن تبدوا رايكم بكل تربيه هاكا الاخت راهي تشوف فينا صافي با حمدي انا صافي با صافي با صافي با المهم هو سكت شويه المهم راح نحكي لكم شويه هذه كنا عايشه مع العزوج تاعها وخلت لي ميساج قالت لي ريم الله يخليك قالت لي هي ديسيدات باش تطلق قالت لي قلت بالك راني غالطه نظلم ولادي عندها دراري مع عندها دراري ما على باليش شحال ما سقسيتهاش هي حكيت لي قصتها عندها دراري مع راجلها مهم عندها دراري قالت لها تلبس كما حنا نقولوا تنوض الصباح تلبس مثال بدعيه باسكو عايشه في دار عزوجتها تلبس بدعيه ينوض الراجل غير الوقت تاع حليب حبيبتي ام تسنيم عطيتها قلت لك عطيتها ينوض راجلها صباح يخدم و كي يدخل للدار امها تقول له مرتك هاد النهار لبست بدعيه هو ما يهدرش كاع يروح يصوتها ديريكت و زعما قالت لك بالك ما يش تبغي لي نلبس البدعيه قالت لك لبست بيجاما لبست بيجاما نفس الشيء يعني هي لبست بيجاما ثاني كي جا راجلها قالت لها يا ودي مرتك اليوم لبست بيجاما طاح فيها دقدقها قالت لي اللي نديرها ما تعجب بعزوجتي قالت لي ما عرفتش كيفاش نراضيها قالت لي عمري ويلا زدت عليها قلت لها كلمه ولا عيرتها ولا قالت لي بالعكس قالت لي نوض نقي نمسح لها قالت لي وهذا الواجب تاعي يعني درتها كيما الام تاعي وهذا الاخت يتيمه وبوها حي يعني هي بوها حي بصح مهمته
فهمتوا؟ قالت لي دات ديسيزيون وباغيه تروح تقول لبوها، هي باغيه تروح تقول لبوها بلي راهي باغيه تطلق، بصح هي مي راهي كيما حنا نقولوا راهي متردة. قالت لي بالك انا راني مخسره، قالت لي المشكله، قالت لي لو كان زعما نقولوا عزوجتي تبغى غير بدعيات، قالت لي نلبس غير بدعيات غير باش مت غير باش مت مت متزعفش ولا، قالت لي بصح اللي نديرها تخبر تخبر عليها تخبر ولدها اللي هو الزوجة تاعها، قالت لي كل ما يجي من الخدمه قالت لي صوتني ورسلت لي تصاوير البنات، والله جيتي شوكي اقسم لكم بالله العلي العظيم، غير جيتي شوكي زرقاء باختو مسكينه زرقاء باختو، قالت لي هذا عدل الراجل اللي ضرب مرا، قالت لي قولي لي يرحم والديك، قالت لي انا ما عندي حد، ما عندهاش مسكينه ما عندها لا خاوتها ما عندهاش لمن، هي غير بنت وحده عند والديها ومهما تخلتها صغيره وتربيت عند مرت البو، يعني مرت بوها حنينه فيها ماشي زعما قبيحه ولا، قالت لي بنت الناس قالت لي نشهد فيها غير شهاده الخير، قالت لي بصح ما نحكي لهاش مش كيما امها، قالت لي ما نحكي لهاش زعما بلي راني مغبونه ولا بلي صوتني راجلي ولا، قالت لي حتى هي مرت بوها ولا تتعيط لها وتقول لها علاش ما راكيش تجي تبغي تضيفي في الدار زعما علاش ما كيش تجي عند بوك، قالت لي ما نروحش باسكو زرقاء زرقاء باختو مسكينه، قالت لي نخاف نروح نخاف نروح لدارنا، قالت لي توقع مشكله كبيره وكو عارفين، وهي عايشه في البلاد البنات، قالت لي راكي عارفه المطلقه في البلاد كي داير حالها مسكينه، قالت لي ما عرفتش ندير، قالت لي يمكن بالك كاش وحده عندها مش عارف كاش وحده عندها نفس تجربه شا دارت لهاد العزوج باش تراضيها، قالت لي انا مانيش باغيه نطلق، هي مانيش باغيه تطلق، قالت لي مانيش باغيه نطلق على جال ولادي راهي خايفه على ولادها لانه الوقت راه صعيب، تربيه الدراري او كوسوسو تاع البنت ولا تاع الولد راهي صعيبه راهي صعيبه البنات، قالت لي ما عرفتش ندير قالت لي لا زعما لا ما نديرونجيكش، هي قالت لي صوري زعما الكومونتير تاعي وحطيه، قلت لها راح نطرحها على الاخوات هما يقولوا لك الا عندهم تجارب ولا كاش وحده كانت عندها مرت بنفس الشيء ولقات حل مع مرا كيما هاك ولا مع حماتها ولا مع سلفتها ولا عانت من هذه المشكله تقول لنا كيفاش، قالت لي تقول لي كيفاش وانا ندي بالنصيحه، هي يتيمه البنات ديروها اختكم أساس حقيقة عمري أغلبيتكم ماشي متربيين عمري وبيت درقي الشمس بالغربة لا حبيبتي وما يكي يا حبيبتي توسوستي عمري اللي متربي ما يتوسوش تقت بي عندك تأمنوا وريلي العموس ما نسيتكش روزة والله ما نسيتك حبيبتي الساحة شك دخلت للتواليت وكانت محطوطة قدامي بورطابل كان مدي شارجي غير دروك تشارجي كاين تاع الراجل اللي يجي تعبان من الخدمه ولا بريسيون والضغط عليه يما غير معايا يدخل تبدا وي كيما هكا قالت لي غير يدخل تقول له وهو لو جوغ اللي كيما حنا نقولوا يقول لها زعما كي يتصالح معاها وكاع يقول لها يقولها ما كي تقول لي ندير عليها واه اكيد الراجل يدير على امه هيتو مش مليح واحد يغضب امه بصح فيما يرضي الله ماشي يصوت بنت الناس غير كيما هكا وانا يمكن تبان لي من شافها بالك يتيمه من عرفت بالك من شافها يتيمه داير رايه فيها من عرفت يقول لك بالك مين ما ترجعش لدارهم تبقى مهميته مسكينه نورمالمون هذاك اليتيم اليتيم راهو عزيز على ربي يحن في تحني في عباكم اليتيم اليتيم الام البنات اللي مهميته راهي هي يتيمه اللي مهميته يتيمه البنات ما عندهاش ما عند الاب ماشي كيما الام دير لها قريقري يا حي عليا ام امين ها قدام لا يروح للخدمه يخيلهاش تلبس وهذا ولدها يما ها مالا هي هاكا ولا تدير مسكينه وتنوض الصباح طيب الراجل ها القهوه وكاع قبل لا يروح يخدم تنوض الصباح طيب له ويشوفها اش راهي لابسه يعني لو كان شايفها بلي لابسه لباس زعما ماهوش مليح قدام امه ولا راح يقولها فهمتي بصح قالت لك نوض الصباح قدامها تلبس البدعيه وطيب لها القهوه قالت لك غدوه اللي تنوض تلبس زعما شفت طح فيها دقدق هاليوم قالت لك نوض نلبس بيجاما يصوتني كي يدخل من الخدمه يصوتني تعاود كيف كيف قالت لك كلشي درته قالت لك ما خليت كولويات ما خليت قالت لك كلشي لبسته قالت لك حتى وليت نلبس البدعيه هذوك العراض هذوك العراض قالت لك كي لبست هذيك البدعيه العريضه قالت لك تقول لها عزوجتها تقول لها بالعاني راكي تلبسي جلايلك جلايلك زعما عراض باش ما تقضيش غالاتك بالخف قلت لك ما عرفتش ندير معاها مسكينه قالت لي كيما درت معاها قالت لي تقول لي ديري هاك نديرها تقول لي ديري هاك نديرها قالت لي كيما درت معاها ما سلكت تطلق خيلها من الغيره اللي قعدت تخمم في المجتمع والله كاش نهار يقتلها بصوته وولادها يتغبنوا ولا رفد الذل وربي يفرجها عليك والله غبينه واعره وربي صوت يستوصي بالنساء خير ولا كيما قلتي تيما تخبر بوها يزيره ما تطلقش غير يزيه باش يعرف شا عندها المشكله هي لو كانت تقول لبوها راهي خايفه تكبر فهمتي راهي خايفه بوها زعما جوغ ينوض باسكو بوها منيرفي قالت لك لو كان نخبرها تخاف يجي يصوتها هو وبوها عيط لها زعف منها قالها علاش ما بغيتيش تجي تشوفيني
قالها علاش ماكش باغيه تجي تشوفيني، قالها زعما زعما مرت بوك عمرها لا دارت العفسه ماشي مليحه معاه، قالت لي عاقله، قالت لي مرت بويا عاقله ما عنديش مشكله معاها، ربيتها كانت صغيره ربيتها فهمتوا، قالت له قالها زعما تزوجتي بغيتي تتبدلي على مرت بوك شفتي منها غير الخير، قالت لي راني خايفه لو كان نقولها، قالت لي تروح تقول لبوها، قالت لك راني خايفه بويا يجي صوته وتكبر، قالت لي انا هذه اللي راني خايفه منها، وهي شيره مسكينه تحوس غير تردي كما حنا نقولوا، مات ما يبغيت بوها يباصي يدخل للحبوسات، ما راهي باغيه مسكينه تطلق، راكو عارفين الله غالب المراكي مطلقه في المجتمع تاعنا، تقول دارت كريم ومع وليداتها ماشي ساهله باش ربي وليدات وحدها. الوغ انا قلت لها ما نقدرش نراي عليك حاجه كيما هكا، راي رايك، انا قلت لها انا قلت لها سمعي انا كون نقول لك نهضر على روحي انا، ينوي الراجل برك يطلع يده عليا ما نقعدش معاه، قلت لها بصح ما نقدروش نكومباري وكيف كيف، انا مانيش عايشه في البلاد انت كي عايشه في البلاد، يعني يمكن بالك لو كان جيت عايشه في البلاد يمكن كانت تتبدل النظريه تاعي، ولدي ما عرفش كاش ندير له البنات راني مستكسله تاع على كرشه، يمكن بالك تتبدل النظريه تاعي ونقول باللي ما لا بغى يصوتني نستحمل باسكو طلاق في البلاد راهو عار للمراه فهمتوا. الوغ قالت لي ما عرفتش ندير، قالت لي يرحم والديك، قالت لي ديريني كي شغل اختك وما عندي حد، قالت لي من غير ربي سبحانه، قالت لي قولي الاخوات عندك الاخر، قالت لك قالت لي ما تقوليش غير اسمي مسكينه، قالت لي قول لهم انا نقرا في التعاليق، والله غير غاضتني البنات الحقره ماشي مليحه بوها شاه مربب تقول بوها وخليها تتخلط وتكبر، اي عندها زوج حلول، يا تخطي خطوه تتطلق يا تصبر القعدة ترضى حتى كي تراضيهم يحاسبوك. هي شا قالت لي، قالت لي كيما درت معاها ما راضيتها، كيما دارت معاها ما راضتها مسكينه، ما صاي ما حملتش صاي، قالت لي كلشي نديرها لها، امنوا شا قالت لي امنوا ولا قعدوا، قالت لي لي سوفيات محاشاكم كيلوطات هي تغسلهم ملها تغسلهم لعزوجتها، قالت لي دارتها كي ماما، قالت لي ماشي زعما دايره، قالت لي انا ما عنديش ام، قالت لي وانا قلت غادي كي نتزوج نديرها كي ما كي اللي ما درتهاش لما ما لحقتش على ما باسكو ماتت صغيره خلتها صغيره وبوها عاودت الزواج ربتها مرت بوها، قالت لي اللي ما درتهاش لما وما شفتش ما درته لعزوجتي، قالت لي نمشط لها حتى شعرها، قالت لي كلشي نديرها لها، قالت لي ماشي نقولوا تاع كيما حنا نقولوا عزوج راهي كبيره، قالت لي راهي صغيره مش كبيره عزوجتها البنات، قالت لي ماهيش كبيره عزوجتي، قالت لي تقدر دير كلشي وحدها، قالت لي بصح شوالا انا نبغي كيما هكا جوغ نبغي نراضيها ما نبغيش ما نبغي، قالت لي نخاف من دعوه الشر، نخاف وليت نقولها تعال دعوه الشر طيب يدك دقيقه قالت لي نخاف من دعوه الشر، نخاف تقول لي كاش عفسه ولا نوضي دعي شويه، نوضي دعي شويه لا طلاق من البلاد لا غربه ماشي عار، طلاق بصح مات ارجو مات قاري ما فهمت ويا كادر ولدك ماهوش نورمال راه منيرفي ولدي، مالك انت مالك مالك شا كاين شا باغي شوف فيا هضر معايا راجل لا المراه شوف شو شا باغي اسمع وي 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 انت تحوس عليا ها 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 انت تحوس عليا انت تحوس عليا ها ها لو كان نسكت ما تحوسش عليا بصح جوج بوسه انت تحوس عليا انا كان لها لا والو ها ما درت بكي ما دام ما تسلم اخا شفتوا شحال قبيح؟ شفتوا على ما نديش بزاف اللايفات؟ على جاله تستعقلوا لها زعف عليه زعف زعف عليه انت ممكن هكا لا دالا والو مالك انت ودك لعبات انا بنت معسكر شاك باغي ها شبعتها سلام ما يعاودش ربي فوق الجميع ما تصبرش على الضرب مسكينه ولا غاضتني لحمها كاع ازرق البنات لحمها كاع ازرق تصور عمك وقلت انا عندي حش تشكي بيه ربي يديع زوجتها امين قتلتيه ها هو وي خي لا ما نبغيش نشوف فيك شوفي ها ساي ها كي حلوه كي حلوه بالريوق حطيه فوق رجليها ها والله راني دايرتها ها قلبته كاع راني دايرتها على كرشه زعما وراني ندوح فيه قالك نيا 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 نيرفي كيما ها شو كي منيرفي درتي له لينير رباني مسكين وهو منيرفي هو يضرب يدبرني للهلاك هو صايه ما تزعفش
ماكش تهيرها ولا لا ماكش تهيرها لا صافي. هذه العزوج يا راها في هذا الكلب يا مبولا تخسر عليها زوج كلمات قارع. شو قالت ميمي؟ زوج ركعات حي قارع زوج ركعات في نص الليل. مالا نجيب صلاه تصلي عليها زوج ركعات لك ربي يجيب لها حقها ويكون تصومها كاع خير. شبت النار قبيحه قالت لي قبيحه قالت لي قبيحه 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 قالت لي ما تامنيش على قبيحه ما عرفتش مسكينه اش دير الباويه. عندك ضحكة مش نورمال. قلت صلي استخاري متدعي ربي وهو يدري اسكو طلاق خير لها ولا ربي راهو كتب لها تتحسن ظروفها. مسكينة والله غاضتني والله العظيم والله الحقرة مش مليحة والله العظيم شيرات الحقرة ما يبغينا لا ربي لا عبده. وعلى بالي بلي عندي اخوات هنا في اللايف راهم مرين بنفس هذو لي غاز راهو فيه والله غير دروك درت لها الدواء تاع لي غاز رحت قلت له جيب لي لتيزان راجلي جاب لي واحد لي غوت درت له غير شويه هكا دوات عليه غاز. عزوز جهنم الله يجيب لها موت ان شاء الله. لا هي الموت ما نتمنوش حتى الانسان ماهوش مليح ما نتمنولهش الموت بصح الحقره ماشي مليحه الله يهديها الله يهديها. يو هاك تسمع فيه هاك هاك شوفي لك باغيك انت يا كان هاي شوفي في كورتي هاك تشو حاول تقلع على لاكوش مثل لحظه تاع الريح يضربها شويه هوا هاي سخانه في الدار شويه حال بارد هاي انا جايني البرد على ديك لبست بيجاما يروح عند بابا تشو الراجل مع الراجل شنو غادي شايسه اللي يحقر يتحقر الله يجيب لها اللي تخرج فيها. وما بنات الفاميليا عندها غير ولد واحد عندها غير ولد واحد على ديك ولدها يقولها يصوتها يطيح فيها يدقدقها وبعد يقول هما ما نقدرش نغضب بما حتى هي تولي تبكي. قالت لك راجلي كي يكون بينها وبينه يقول لها باللي انا نبغيك بصح كي تقول لي ما لازم ندير كي تقول لي ما بروحها كي قالت لي كي يصوتني نحسها ريحت كي شغل تجمع وتقعد تشوف فيها قالت لي نحسها ريحت ما نعرف انت وانت تعايري وتعيطي حبيت تشوف والله غير دروك غير دروك قال لي ماشي بيان عريضه عريها غا تزوج عزوجتها تتهنى منها تزوج عزوجتها تتهنى منها. ها والله ما سقسيتها على راجل عزوجتها عايش معها شي خا ولا لا راجل كيما قاد انا مجمعه هو يبدل لي كوش ربي يعطيه لك عمري ربي يعطيك راجل كيما قاد ان شاء الله. ديري لها الدواء نتاع الفيران ضربه يا على فيفي لا اختي بالك ديري عليها بالك ديري عليها كي تباصي تكملي حياتك في الحبوسات عادي من المسؤوليه وجايح الله يهديه والله الله يهديه اقسم لو كان امها تموتي هي قولوا لي كي غادي تقابل مولاها مراه يتيمه تحقر فيها والله غير حرام والله العظيم ريم كان انت واش ديري لها. انا اصلا ما نقعدش مع راجل يرفد عليا يده ما قارحش حتى هي تدمره ما نقعدش معاه اصلا حبيبتي فهمتي ما نقعدش معاه ما نقعدش كوني طلع يده مشي حط يده عليا انا امك ربيتني بويا عمره لا صوتني صافي مشي حنا نسا يكبرونا رجاله ونسا باش يقاونا واجدين ويطيحوا فينا يدقدقونا. انا وحده من الناس ما نقدرش البنات انا ما نقدرش ابخي كل واحد حر وكل واحد ظروفه كاين مسكينه ما تقدرش كاين مسكينه يصوتها وتصبر كيما هذه الاخت صابره تقول لك انا نصبر وين نروح كي نطلق ولو كان نطلق ونروح لدارنا تقعد تخمم في بزاف صوالح ولو كان تخبر ابوها كابابل ابوها يروح يصوت فهمتوا يعني كل واحد وظروفها كل وحده وظروفها. يمكن انا لو كان راني عايشه في البلاد وعندي نفس لا سيتياسيون تاعها يمكن نصبر فهمتوا نولي نقول كيفاش نطلق نروح بثلاثه تاع دراري لدارنا شكون باغي يصرف عليهم كي غادي ندير فهمتوا البنات يعني كل وحده وظروفها. الانسان ماشي كل انسان المراه تكون مغبونه مع راجلها تنوض ديريكتومون تطلق الحل طلاق ما نقعدش معاه طلاق ما تقدريش ما نقدرش نحط لا سيتياسيون تاعي في يعني نحط روحي انا في موضع هذيك الشيره
انا هنا راني في في, في الغربه، لو كان نطلق كاين الدوله تصرف عليا، يعني بكل صراحه البنات هي في البلاد مسكينه، شكون باغي يصرف عليها؟ يعني لازمها تنوض تخدم، كيفاش غادي تخدم مع الدراري؟ شكون باغي يغاردي لها ولادها؟ يعني تخمم في كاع هاد الصوالح، وسورتو كو غيتات في الخدمه وكاع لساناتنا قد هاك حبيبتي. يعني هي مسكينه كي تجي تخرج، لو كان تروح تشري عند المول الخضراء يقول لك راهي خارجه معاه، الا راحت عند الكوزميتيك تشري مش عارف شي ولا عفسه ولا مش عارف تشري شامبو ولا راهي خارجه معاه، الا راحت عند الاليمونطاسيون تشري الخضره راهي خارجه معاه، الا وقفت مع الراجل برا تهضر معاه راهي خارجه معاه، الا راحت فليكسي راه خارجه معاه، الا جابت الراجل يبريكولي لها في الدار راهي خارجه معاه. احنا كيما هكا مسكينه الهجه لا كي شغل تدفن روحها، هو وشكون باغي يسقم لها؟ الا عندها دارها وحدها على راسها وعلى وليداتها، شكون باغي يوقف لها ويسقم لها سيرتو كي يكونوا وليداتها صغار؟ الله غالب سي كوم سا، ولكن احنا لساناتنا طوال على ديك مسكينه ولات دور دور وتخمم لي تقول لي ريم نخاف، نخاف من الهضره، نخاف من هذيك العفسه، نخاف لو كان صرا لي كيما هاك. قالت لي انا كلام الناس ما نحملهاش، قالت لي ما نحملش كلام الناس، قالت لي نصبر للدل ونصبر للصوت ونصبر لكاع هاد الصوالح، بصح ما نقدرش الناس يجوا يوسخوا لي سمعتي ولا الناس ينوضوا يهضروا عليا هضره ماشي شابه ولا. قالت لي ما نقدرش، قالت لي ريم تربيت يتيمه ما عنديش حنان الام، فهمتوا؟ ما عندهاش هذاك الحنان، ما عندهاش الام مسكينه اللي ركيزتها اللي كي تبكي تعنق امها. اي صعيبه البنات، ما كانش هذيك الركيزه، الام ام هي كل شيء البنات، ام هي كل شيء، يعني ربي يكون مع كل وحده مهميتها. يعني كي تكوني مضراره تبغي حضن امك، تبغي تعيطي لامك، تبغي تبكي عند في صدر امك، يعني هي هذا الشيء ما حساتهاش، امها ماتت صغيره صافي، كيما حنا نقولوا كي تزوجت تزوجت صغيره، حلت عينها في دار راجلها صافي، وهي صابره 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 صابره. قالت لي ما قدرتش، قالت لي ريم ما قدرتش، قالت لي مانيش عارفه اش ندير، قالت لي عيط الراضي عيط، قالت لي ما تامنيش، قالت لي دقلحها من روحي، قالت لي تامني خطرات، قالت لي راجلي حط الصرف، قالت لي حطاه، قالت لي قولي بلي زعما رفدي هذاك الصرف خليه، قالت لك لم 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 هذاك الصرف على صرف كيما كل مره، تلم الدراهم كيما هاك على جهه، قالت لي لم هذوك الدراهم، قالت لي نروح نعطيهم لعزوجتي، قالت لي نمدهم لها نقولها كيفاش ما تبغي تشري، قالت لي عييت ندلق لها، عييت ندلق لها، قالت لي ما عرفتش ندير معاها، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت لي كل شيء درتها معاها، قالت لي يا بنيتي نضل نصلي وندعي لها يا ربي اهديها يا ربي، وراجلها قالت لي في الليل، قالت لي صوتني دقدقني، قالت لي ومن بعد كي يجي حداها في الليل يقولها انا والله لا نبغيك، يقولها انا غير انا عند اما، واما كي شغل قال لي يقولها نحسها حست بالراحه، يا عباد ربي حس امه بالراحه كي صوت مرته، قالت لك يحس بالراحه ما تحس بالراحه زعما، قالها زعما يقولها سمحي لي، يقولها سمحي لي، يقولها على بالي ما راهي غلطه يوانا نجيب لها صابة غطي من الراس جا تعرفي على الراجل الحارق بها جدك روحي ترقدي. انا ما نعرف والو اختي، هذه وحده تحكي لي، انا نحكي لك اختي لا انت تعرفي روحي احكي لنا، انا ما نقدرش نعيش مع راجل كيما هكا، كي تكون صافيه مع ربي ما على بالهاش بالناس واش يقولوا. ايه مي صعيبه اختي لسانه العرب الله غالب حبيبتي، اللسان صعيب اختي، يا ما الناس وصلوا كتلوا رواحهم على هضره الناس، يا ما الناس دخلوا في اكتئابات حبيبتي، يعني هضره تاع والو يمكن انت ما ضركش الناس تجرحها اختي، كاين ناس سنسيبل هي الله يبارك مسكينه الله غالب عليها، امها وحدها ميته وهي يتيمه راهي صعيبه، ما تقدريش تحسي بها الا ما كنتيش يتيمه، يعني يحسوا بها اليتامه اللي بصح ما عندهمش امهاتهم. انا نحس بها جو فداك، ما نحسش بها كيفها كيفها ما نحس، بس نحس بشويه علاه باسكو غربه، باسكو بعيده عليا ما نقدرش نشوفها، ما نقدرش نشوفها في اي وقت، وكان تمرض ما نشوفهاش فهمتي، لو كان ننظر ما نلقاهاش قدامي، يعني برك تليفون ماشي كيما تلقاي امك قدامك فهمتي اختي، على ديك راهي صعيبه. هلا غير نضحك نلطف الجو شويه، والله مرا هي اللي تعرف واش يخرج عليها، يا تصبر وتوكل ربي يا شه يا تتاخذ قرار طلاق وتحمل مسؤوليه وربي معاها. ايوي عندكم البرد، والله غير البرد عندنا، والله على جال كلام الناس نعيش بالضرب. هي كاين ناس كيما هكا حبيبتي، كاين ناس كيما هكا، مه مه اختي مي غاف، يعني سي فغي موك راضيها في منش عارف انايا، حاول تراضي طرفين، هذيك بنت الناس ثاني امها لو كان كانت حيه راهي عزيزه على امها عزيزه على ابوها، بصح صعيبه شغل الواحد لازم يكون هاك وهاك، امك انا مانيش نقول لك امك ما ديرلهاش كيما هاك ولا امك ما تروحش ماشي اسو بوين، لا انا وحده من الناس ما نقدرش نتحمل هذيك الحاجه اللي متحملتها هذيك الاخت مسكينه، يعني صعيبه
صعيبة. هو راه داكوتي برك وهي مسكينة راهي عايشة في لا سوفرونس. لحمها زرق، رسلت لي تصاور جيتي شوكي. ونسيت نقول لكم رسلت لي حتى في النيميرو تاع الواتساب على ديك قلعته البنات، رسلت لي في النيميرو تاع الواتساب. بعد كي عطاتني نيميرو عيطت لها، قلعت الواتساب باسكو الواتساب راهي يخدم معايا راجل وشاف التصاور تاعها على ديك. ما قلعت الواتساب، رانيش نتعامل بالواتساب. اي قلت لها بلي ودي خلعت انا وحده من الناس كي شفت الحمها تشوكيت البنات، زرقاء تقولي ما كي نقول لك هاك فيولي رايح للفيولي رايح غاف. انا تبالي العجايز يحبوا وحده قبيحه لسانها ماضي سقسيني نقول لك راه عندنا في الدار. ايه اختي واسي فغي ما غلطتيش، كاين بزاف عزيجات يبغوا النساء يخرجوا فيهم. ريم نموت عليك ما خصي حبيبتي جالوين وصلنا الحمير. اي سي فغي ربي معاها والله مسكينه. والله لا قالت لي، قلت لها نقول للشيرات وما يقراي التعاليق على ديك ما تجرحوهاش البنات الله يخليكم، حرام عليكم كنت تقول لها كلمه راهي يتيمه ربي يهديها ولا يديها. عادي انا قلت لها كنت تموت تريحي. قالت لي تخافي تموت ولدها يهبل. انا صوتهم في زوج يا جرب سعدو يا تبرد. عندي مافيا انا امينة مافيا. رقدني الكلحي جدكم تهرب بزاف اختي علاش تنجخي بزاف. اه تهضرب بزاف اختي علاش تنجخي. والله ما فهمتك عمر، والله ما فهمتك يا حبيبتي. العرب ما يتامنوش ريم. اوي قالك اتفق العرب على ان لا يتفقوا. ريم اختي حبت سقسي حسنة نعطيها الحل، كي صوتها تصوتها ولا كي يولي راقد معاها ويقول لها نبغيك تصوتها ولا تعطى وطيب ما تفرق قلبها يولي يخاف يضربها يسموه يتضرب في الليل. الله اكبر هاي عطاتكم تجربة تاعها ناطالي راحي ترقدي. حابة نكون متعبك ما خصي حبيبتي ربي يخليك. روحت نوري لك بليز فيديو تاع عمك هذه، ربي يفرج عليها ويفرحها ويفتح عليها بيبان الخير. امين عزيزتي ربي يخليك اسماء دولها. ربي يفرج عليها، ربي يفرج عليها ان شاء الله، يفرج على كل يتيمه وعلى كل وليه ان شاء الله. في النهار يضرب وفي الليل يرونجي. واه يا بروحها مسكينه يقولها يا ودي انا راني عارف بلي راني غلطت معاك باسكو على بالي يقولها لها قالها بلي انا نغلط معاك، قالها راني عارف بلي راني غلطت معاك. قلت لها انا شين ندير، قلت لها صح غير قول لي، قلت لك تاني ولي مرضت من راسي، قلت لك ولا تقول لها قول لي شين ندير، نلبس البدعيه ولا نلبس البيجاما. قلت لها بالك امك راهي بايتني نخرج عليا انا وصاي. قالها انا شبي نقول لك، قلت لها انا خطره نجي نلبس البدعيه تجي تطيح فيا دقدقني، نلبس البيجاما تجي تدقدقني. قالت لها كيما درت معاها ما سلكت. قلت لها شراهي باغيه ما فهمتش، روح عندها وسقسيها قولها شراهي باغيه، شراكي باغيه مني نلبس لك نلبس في الدار. بويم قالت لها كي تدخل قالها انني عارف بلي ماشي نورمال. قالت لها خطره تصوتني على البدعيه، خطره تصوتني على البيجاما. قالت لها فهمني شراك باغي، شراكم باغيين مني. ايا قالها بلي انا ما تريح كي نصوتك، عندها لو جوغ تاع السيطره تاع الكنه فهمتي، وعندها شغل ولدها تحسها راجل كي صوت مرته ولا ما نش عارف. قالها نصوتك فالا، قالها نصوتك، قالها بصح راني عارف بلي راني غلطت معك ويطلب منها السماح. هي قالت لي ما عرفتش انت. قالوا لي في الصلاة تتحي بلا غكوش بصح. شفتني تحي بلا غكوش ما تسمعش من الناس كذابين. قولي لا بقاي معاه حتى يقتل قسمه في يد ربي سبحانه. شت شت شراه داير ما زوجكش. ربي فرجها ما امن حبيبتي. لازم المراوين كانت ما تحملش الدل على روحها لخاطرش كاين كرامتها رانا عايشين على جالها. ايوه حبيبتي كرامتنا سي فغي. راني مبلوكي جاراتي مولاي، راني مبلوكي حبيبتي والله راني مبلوكي. تشوفي واحد كاش واحد قال كلام سوء ولا غير ديري في اغضباني سي ساتو ديغونج با بيان سور، فضلا وليس امرا نرسل لها يحوس عمري. شبت النار هادو ما يموتوش يدفنونا كاع وما يموتوش. انا نعطيها بالمقلله لراسك وتعبر هو خرجوا غدايتكم في لي كومونتير. بصح يقول لي راجلك راه قدو مخلي مرتو يشوف على راجلي ماهوش هيك راجلي راهو هنا هو دار راجلي هو دار راجلي ماهوش هيك يكونك هاد غير هني روحك افنان
وهذاك الشيء باني اللي كيدايرتها بالموسطاش هنا راه راقد ولا راه نايد موسطاش اللي كيدايرتها في التصاوير. تحكي لبوها وتطلب منه يضع له حد، راهي خايفه بوها يصوطه وتكبر. قالت لي راني خايفه وبوها كيضرب، قالت لك ما يضربش ضرب هذاك نورمال. قالت لك بويا راني خايفه يضربني عشان باصي داخل الحبس، ولا شات بطريقه يخليه يهبه ويدير الف حساب. هذا ما يخرج نجيبها والله ما نطلقها ولد امه صغير. خطره واحده صوتها راجلها حلت الطاقه وقعدت تتوق متعاوده ويا هاكي الحل. ام هند قالت لك خطره واحده صوتها راجلها حلت الطاقه وقعدت تتوق من تما ما زاد كي شغل حلت الطاقه. واي 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 هي خاف منها غايه. هاكي الحل، هذا هو الحل. نقول لك تبدل معاه العقليه تولي. لا ما عطيتهاش الماء. نقول لك تبدل معاها العقليه تولي تموت عليها. قالت لي كيما درت معاها ما مسلك، دارت كل شيء مسكينه. بالك بغاوها تتعرى. انا قلت لها عري هكا وريحي روحك وصاي يا ودي. شايفين ندمها ومالها، هذه ماشي بنادم يخاف ربي. يا اختي كون جاي يخاف ربي ما يصوتهاش مسكينه. واش راهي بنتك واش كان بها؟ راهي الحمد لله حبيبتي داروا لها دوطاش هنايا، راح فوت لها عند الطبيب وكانت تكح شويه وراح نرقد حبيبتي الفرشه. اختي ملكه واش دخلك في راجلها؟ يا كل واحد حر في حياته وكاين ربي. ما تعرفيهمش اسيل، خليهم حبيبتي. يضربها بالدراع ويراضيها بالنتاع. ما فهمتش كاش مرطب للوجه راه ينشف. انا ندير اون كريم ايدغاتونت، يعني هي ديريها على حسب لو تيب تاع وجهك. كاين اللي يشرب ويد، كاين اللي يشرب ويضرب مرته. مي قالت لي ما يشربش، انا ثاني حسبتها سكرجي. قالت لي ما يشربش، ما يشرب. قالت لي ما يشرب، ما شو ما يصليش. قالت لي ما يشرب، ما يزطل ما والو، ما يدير والو. هي طلاق صعيب بزاف حتى والله بالصح. مهما يكون الحياه وحتى كرامتك ربي يحفظها ما تطيحيهاش روحي. اشكي بيه والله غادي يتربع. حي حي تي في ميزك مرة تقدر تروح تشكي براجلها في البلاد، عندها عار المرة كون تروح تشكي براجلها. لو كان هنا تجيب لها الجدارمية تدخلهم لها الدار تغير ويصوتها تقول لها جابي لي جوندار. تي في ميزك في البلاد تروح تشكي براجلها عندها عار كيما نيتك. حي دخلتها غير قطران. ها والله مالك تهضر على الكلاب سبحانك ربي، هو متسمي روحك شيطان. الحل الوحيد هو تزقي توغ عليها تتريقل. انا قلت لها قلعي لها من الاخر، قلت لها هذيك تضربي لها شي تاع اليغ وتوغ ما باش تربى. انزين كي خطرات كاين واحد العجايزات يحس برواحهم من عاد شواله، مش عارف كاع شواله يحس برواحهم كاع حاجه كبيره، هي لا خريه فوق الارض وحاس بروحها كاع حاجه كبيره. جوغ تضربي لها شي تاع اللي متامنيش عقلك تضربي لها شي تا مسكينه. قالت لك تعرفوا شواله وحده كيلوطه تغسلي كيلوطه تاع زوجتك تاع شواله؟ قالت لي داتها كيما كيلوطاتها ونغسلهم لها كي شغل كيفاه كيلوطاتها تغسلهم لها وهي تنوض عليها جوغ تحاقرتها وتدمر في ولدها باش يطيح فيها كل يوم يدقدقها. قالت لي كل يوم الصوت كل يوم الصوت كل يوم الصوت كل يوم الصوت. جوارين طلعوا لها جوارين طلعوا حسبوا راجلها راه يضرب غير كيما هكا. قالت لك يدخلوا الجوارين وكاع. قلت لك نفرح هذاك النهار اللي جو جوانين. قلت لك نفرح ما نتصوتش. باينه زوجتها مع السكريه، حرام عليك تلاخري في مع السكريين باسكو مادام عايشه في قاره افريقيا ما تهضريش. مرحبا مرحبا جديده معاكم، مرحبا بك حبيبتي اوراق تعجبيني ميرسي مامات اليان. يا العروسه وتكون عايشه في نعمه لاباس عليها، بصح خوات خوتتها اللي فسدوها. ما عندها حتى واحد مسكينه، هي يتيمه عندها غير وحده، غير هي عندها امها ميته. ولدي شراه داير راه كاله بالدار البنات. صلي وادعي لها ربي يهديها كثر الدعاء. مسكينه والله العظيم عسواقيل. لا كان راقد كان راقد اختي قبيحه هاك يدير لي هاك 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 يدير لي. انا حب راجل راجلي صوتني
دير لها الطيحة مكبوتة. راني نهضر معاك هي هي الوعرة مش أم راجلها. أنا عرفت حبيبتي أنا كون ندوق على زوجتي تلعبها بالخف وطيح تنغم ومن ظهري تجي لابو يا حي عليه ما عندكش الزهر كي يجي يجربها دير روحها تغاشت ما تتحركش افكار شرانيه كيفك انتي بالضبط وراه قاده بقاع راه مع امك قاده بقاع راه مع امك حوس على امك شرادي تلقى راجلي فوقها يماه نرجسيه وهو عنده ثنائي القطب عايش بشخصيتين ربي عين شو ولا نرجسيه زعما نرجسيه زعما شاه ربي عينها هادو ما يتسقموش احسن ليها تطلق وتخبر ولدها لانها راح يجوها جميع الامراض وتهبل وتموت بسبب والله ما فهمت شكون هاد ولاد نرجسيه هاد امها كعزوجتها جزائريه مش نرجسيه ما فهمت ولا هادي نرجسيه كي يضربها دير سيرتيفيكا ما تخرج من الدار خصها تخرج من الدار بغيتي تجيب اخرتها ما تخرج مسكينه قالت لي حوجي قالت تكون خرجت للدار يشوفها ابوها برا يقول انا ما جيتش عندي والزقاق كي خرجتها ربي يشفي لك بنتك امين حبيبتي هذه حاله العرب ايوي ريم شوفي الميساج تاعي مش كومونتير شو بدي اقول هم جاو المكبوتين جاو لا هما جاو جيبوا لهم دربوك ها هما جاو اختي غادي يجي نهار قادر يقتلك والله نعرف وحده مسكينه راجلها تاني هاك مهبول توجور يضربها اي وحده النهار ضربها في الاستوما جاها كونسير مسكينه دم والله ما طولت وماتت ولدها ما زوزي خلاتها 5 اشهر ولا قل الله يرحمها ويوسع عليها امين حبيبتي امين ايوي اختي ايوي كاين بزاف رجال ما يخافوش ربي في النساء الله يرحمها مسكينه طفرت غير في روحها ما هو الراجل بيحزن عليها والله ما يحزن عليها استاذه تبلغ من العام 26 سنه بون انت مكبوت من المكبوتين باسكو شتك تاعير الساعه ما نقراش ميم با كومونتير تاعك والله يا اختي تضربي الشتاء غير باش تسوي بصح كنا تبقى كنا هي قالت لي لو كان غير زعما عندها قالت لي غير عندها وجه الميعاد معليش قالت لي يقعدوا يشوفوا هي قالت لي نقعد نشوف كيما هكا تاع ايه الكنا زعما كنا تبقى كنا ومنا قالت لي انا قلت معليش ندير لها كل شيء تعطيني غير وجه الميعاد قالت لي المهم ما تحرتش عليا وما يصوتنيش قالت لي نخدمها الليل مع النهار مسكينه قالت لي انا مانيش فاهمه شي باغيه والله ظهري وانا عارفه اللهم نسكت راح يسكت ساي سكت حبيبتي نجمه كان هي تبدل معاملتها مع زوجتها بصح شادير عند حدها وهو ما تزيش تسمح له عرفتش مسكينه شادير حشومه اللي يضرب النساء ايوه يا خويا انت راجل ما مش كاع رجال نموت عليك سلمك حبيبتي اسينات بالك امها راه تتوحى بديش تتوحم كبيره شوف امها ولا عينها تزوج راه تغير منها ما على باليش لما تزوجها ولا لا انس خالده كرهي نور انس الحمد لله ماما يوسف وانتيا بس على انسى مع روحهم مش متفاهمين مش غير مع العزوجة برك هي وي سي فغي فو ادا ماكش غلطة ديجا شوف غير نسى هنايا لي كومونتيغ تاوعهم كي دايرين ما غلطش راني معاك خويا راني معاك في كلامك النرجسية هي متسلطة عندها شخصية نرجسية تصنيف شخصيات في علم النفس زعما شو ولا متسلطة ريتاج يعني يحب غير روحو يحوس على مصلحته برك مزيان يحب غير روحو حوس بصح شي تحوس على مصلحتها خوله المراه تتصوت مسكينه طيب راهي ترسل لي في راهي ترسل لي ميساج مت عليك ريم ربي يخليك اولادي سير سعادتي قدر يقرص في الولد لا حبيبتي احنا ما نقرصو ما نضربو حبيبتي هنا راكي في فرنسا عمري هنا الولد ما تحطيش كاع ليه يدك ولد ماهوش ولدك تي ولدي والولد تاع الدوله حبيبتي
هنا الولد ما تحطش عليه يدك عمري. كي دايره قاعده بين سلك 5 لترات تاع يا اختي حب من عند ربي حبيبتي، نتوما حبكم تاع السحاحر والمقابر والصوالح حنا خاطينا حبيبتي من عند ربي. يا حبيبتي نعرف وحده كانت غير صابره عجزتها ونهار اللي قلعت لها تتفت. انا قلت لها من الاخر اعطيها التقدير، كتبت فيها قولها جمعي العزرين تاعك باسكو عييت صابرت لك ديجا كيلوطاتك ما نغسلهمش. انا كي قالت لي كيلوطات نغسلهم قلت لك من يدك ديجا حاجه الاولى تقيس لها كيلوطات فيها تقول لها ما نغسلكش كيلوطاتك، خطي راسك على حيط لا بغيتي، ما نديرلكش القهوه، نوض ندير كاسي تتفي روحك وحده ما تتفيش روحك، غادي كل يوم نوض نتفلك في وجهك، كل يوم نوض نشبعك معايا نركب عليك لا طونسيون ونطلع لك الضغط والحبوبه تاع سيدي ربي كاع تقضبك، ما تسكتيش راح نعالقك ونشنقك. زعما تكون خافت مني كيما هكا تخاف مني ولا نبدل قارع وبدل قارع زعما انا هديك يا زوجتي نتخيل قارك شغل بين دابز. قالت لك هي بينك وبين قالت لي انا وياها ما كاش مشاكل. قالت لك يجي ولدها هاو جا ولدها زعما هاي عزوجتي ولدها حل الباب وراح داخل. هذا ولدها دخل ديجا عند الباب كي يدخل ندير لها راني واجده ولا نجيب لها بوشيه اتقرب نقطع لك الراس تاعك. زعما هادي تصلح ما نعرفش شنو ندير كيما هكا شنو ندير انا بصح عجبتني الفكره تاع تخرجي مع التاقه. غادي نقولها حلي التاقه كي قرب راجلك حلي التاقه حق بكي حل الباب ما تقريش كاي يهضر معاك توغي واي باغيين يقتلوني واي كيف في عمر 14 عام واقيل هذا هو الحل هذا هو الحل اللي قلتي لي مولات التاقه حل شباب اختي هاد ما عندكش حل ماكش باغي تطلقي حلي التاقه كي تشوفي حط المفتاح في الباب ولا يده في البواني حلي التاقه وخرجي وتوغي وقلبي الحومه غادي كاع غادي يحشم على بالك غادي يحشم كي يجو عندك الغاشي اختي فتحيه يدخلوا لنا شكاين ويطيح غاشي واي ما قدرت فيك قلت واي ما قدرت فيك واي تصابه واي وخايتي واي طلعي بدعيتك لبسي بدعيه هاكم ما تلبسيش كولو تحتها بلا ما تلبسي كولو طلعي بدعيتك قدام الناس واي هو يقولك ساي هوبتي ساي هوبتي هوبتي بدعيه واي ما يقرانك الا هو زاد خرب فيك الا هو زاد خرب فيك نيت يركب الجن الجن ما يركبنيش الجن يركب الجن هرا وديتها تقبضها تبردها هراوة وشوفي كون ما تتسقمش لا هي باش تصوت عزوجتها ما تصوتش صح لازم تكون عندها سياسه ما تقدريش تصوتي مراه كبيره عليك عيب اختي حتى وكي كانت قبيحه ما طيقيش والله دوك الناس ما يحبوا الانسان العاقل يحبوا اللي يشعل فيهم من النار من الاول نيشان اميره راح ولا نيشان لي ما سمعتيش بهذيك تاع الخنشله اللي كيلتها اللي كيلتها عزوجتها دمرتها مدروج دمرتها مدروج مسكينه اللي كيلتها كيفاه كيلتها ام اولادي ما سمعتش حبيبتي شصرا لها هذه محربشه ولا بروفيسيونيل مريضه نفسيا هاو لازم كيما هاكا هاو كيما هاكا اختي هاو لو ما ديريش كيما هاكا ما غاديش تفرع هاو شي قد اختي شي قد مسكينه تقعد غير صابره على الهم والمشاكل دوك يحسبوا انت راكي راني نوري لها كيفاش دير انا نعلم فيها كيفاش دير بالك تتلف الهوله خاصها تتفكر عاودي اللايف تاعي شعل من الخطا والله ضحكتني يا ريم ما مسكينه ولا غير تشوف امي جناتي ريم نحبك الحمد وربي ربي يخليك مريم ميرسي مابيل الحمد وربي عندكم رجاله يبغوكم والله الحمد وربي قال لك بطو يعرفك انت مهبوله بكواعتي
اجي ولدك هو يبكي مسكين تديه مع محمد وراين تربيه. ضحكتيني ريم. شتي شتي خيتك اه نزيد شويه الماء بارد هكا. شتو دالي قرعتي المدود تاع راجلي؟ كاين زوج قرع خلط فيهم دالي قرعتي ما شتاش كي داها. اسكت بارد بزاف. كتلتها يا حوتي كتلتها قاصتها مع الدروج يا تبريد. ايوا داو هذا الحبس ولا لا؟ قولوا الطلقه نرجسية حب الذات يبغوا نفسهم انانيين. ايوي كاين بزاف ناس كيما هكا. المهم البنات كان لايف خفيف قصرنا فيه خواتاتي وان شاء الله الاخت تكون استفادت يعني سمعت شافت الريان تاع البنات وكل وحده حره. انا نعطيك نظريتي من دربك اختي اذا راكي في الجزائر تقدري تصبري بزاف صوالح بصح الصوت انا وحده من الناس ما نقدرش نستحمل الصوت. انا شنو نقول لك اختي ربي يفرج عليك ما عنديش ما نقدرش نعطيك راي اللي ديري برايي لانه مانيش عايشه لا سيتوياسيون تاعك ما نقدرش نحكم. انا نقول لاختي نقول لك ربي يفرج عليك عزوجتك ربي يهديها وكل واحد وكل واحد وشخصيته وكل واحد كيفاش يعيش ان شاء الله ربي يهديه ويهدي الام تاعه باش تقدري تربي وليداتك معاه. فوالا يعني باش تطلقين ما ننصحش اي مرة تطلق مع راجلها توجور نبغي لي كوبل يقعدوا هكا الزواج قعدي غير تزوجي وتعاودي تزوجي وتعاودي تدخلي راجل على وليداتك واحد اخرين. عيلة عندك البنت ما تعرفيش كي غادي ما تحصيش كاع يا ما نسا عاودوا تزوجوا ورجالتهم اختصبوا لهم بناتهم يعني ما يبقى ماهوش الاب 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 لوليداتك وماشي كيما غاديش يخاف عليهم كيما غادي يخاف كيما بوهم الحقيقي. يعني انا اش نقول لك اختي ربي يفرج عليك من قلبي ان شاء الله ربي يهدي عزوجتك ان شاء الله ان شاء الله يهديها ولا تجيب لها ربي يجيب لها ربي ضربه ربانيه باش ما تزيدش تدور بيك وتنضعر. هذه يمكن لازمها ربي يعاقبها في الحياه دونك بالك مرض بالك ربي يعطيها عفسه كيما ها باش تعرف قيمتك وتولي تشوف فيك كيما هكا وتعرف القيمه تاعك باسكو انت فري مره فحله. انا ما نقدرش نحكم على الطرف راجلي توجور يقول لي ما تقدريش تسمعي طرف واحد تسمعي للزوج باسكو يمكن هذيك المراه ماهيش نيشان في هضرتها. مي انا اش نقول انا نقول ربي يفرج ان شاء الله الله يهدي القلوب الله يهدينا البنات نقول لكم بيزو ولدي راه كالي الارض. انا نقول لكم تصبحوا بخير وغدوه ان شاء الله. باي سلام.